سلام جيسبر تكونوا بخير. دونك في هذا الفيديو قررت انني غادي نهضر على قرعه الميريكان، حيتاش ملي كندخل هكا الفيسبوك كنلقى بزاف 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 ديال لي ميساج على حساب قرعه الميريكان، ونقول علاش لا ندير فيديو مختص بقرعه الميريكان وهكا نسهل الخطوات على الناس اللي كتبغي تسجل فيها. دونك هذا الفيديو غيكون مقسم على دي بارتي. البارتي الاولى غادي نهضروا غير على كيفاش تسجل في قرعه امريكان، ابري غنشوفوا مرحله بمرحله حتى وكان تمشي ان شاء الله وتهز. دونك اللي غادي نقول لكم ديروا دابا هو تهزوا معايا ورقه وستيلو وركزوا مزيان معايا، وداكشي اللي قلت لكم حاولوا انكم تنوطيو حيتاش لو سيت كيكون فيه كيعطيكم الوقت، كتكون 60 دقيقه، اين فوا كتسالي ديك 60 دقيقه كيتسد السيت. دونك داكشي علاش نوطيو باش ملي تبغوا تسجلوا يجيكم داكشي ساهل وما ياخذش منكم الوقت، 5 دقائق حتى 6 دقائق تكون كافياكم ان شاء الله. وما تنساوش اللي عجبكم الفيديو ديروا لايك وتبارطاجيو مع الناس اللي نتوما عارفين انهم باغيين يدفعوا القرعه باش هكا تعاونوهم، ولا كنتي باقي ما دخلتيش عندي دير ابوني. دونك بحال طولت شويه دونك نبداو في المعقول. دونك اول خطوه اللي كديروا هو كتدخلوا لو سيت، انا غادي نخلي لكم هنايا لو سيت اللي كيتسجلوا منه في صندوق الوصف. ابري من اين فوا كتدخلوا اول حاجه كيعطوها لكم كيعطيكم واحد الكود اللي خاصكم تنقلوا، اين فوا كتكوبيو داك لو كود كديروا صافي فاليدي، كتخرج لكم واحد الاستماره اللي خاصكم تعمروها. اول سؤال كيسولوكم هو الاسم والكنيه ديالكم ياك، وكتكون لاكاست هنايا ديال واش عندك شي ميدل نيم، الا كان عندك كتكتبو، سينو الا ما كانش عندك كتكتب نو ميدل نيم، كتكوشي على لاكاست اللي تحتها. ابري كيسولوكم على الجنس ديالكم ذكر انثى، هذا سؤال ثاني. بالنسبه للسؤال الثالث كيسولوكم على التاريخ الازدياد ديالكم، كتكتبوا النهار والشهر والعام. ابري كيسولوكم على مدينه الازدياد البلد الازدياد، والسؤال اللي من بعده كتلقاهم هما ديجا معمرينك ديري لك في الكازيه يس. هنا اش كيقول لك؟ كيقول لك واش البلد اللي تزاديتي فيها هي نيت البلاد اللي انت عايش فيها دابا، الا كانت هي هذه كتخليها يس، سينو الا كنتي تزاديتي في بلاد وعايش بلاد اخرى كتبدلها وكدير نو. من بعد كيقول لك هز التصويره ديالك، وهنا هي اهم اهم مرحله كنسطر عليها ردوا منها البال، حيتاش بزاف ديال الناس اللي ما كيتهزوش بسببها. هنايا حيت خاص بزاف ديال المعايير اللي خاصهم يتحترم، ما تمشيش تصور مثلا بالسناب ولا بكاميرا عاديه في تليفونك ودير لها سكرين ابري تحملها، حيتاش ما كدوز وهكا تتكون الانسكريبسيون ديالك كامله مشات بلا فايده وما كتكونش دخلتي في السيستم. هنايا ننصحكم تمشيو عند مصور ياخذ لكم التصويره اللي هي برو، غير سير عنده انت وقول ليه بغيت تصويره على حسب قرعه امريكان كياخذها لك بالمعايير اللي كيطلبها لو سيت. هنايا نقدر نقول لكم زعما المعايير اللي كيكونوا طالبين، اول حاجه خاص تكون الخلفيه ديالك تكون بيضاء وتكون لابس انت لون اللي هو معاكس الخلفيه ديال التصويره، زائد الناس اللي كيكونوا كيديروا نظاظر ما يتصوروش بهم، يتصوروا بلا نظاظر، زائد مثلا البنات والعيالات اللي كيكونوا محجبات هذا ما كيشكلش مشكل، غير هو الزيف ما يكونش مغطي لها واصل لها لهنايا مدرك لها وجهها، يعني ملي تكون دير الزيف تخلي وجهها يبان مزيان. زائد ان التصويره خاص تكون مربعه وتكون قابله للتحميل. واحد النقطه مهمه بغيت نشير ليها هي انك مثلا الا كنتي ديجا دافع قرعه امريكان بواحد التصويره ما تعاودش تدفع ليها هذه المره بنفس التصويره، يعني من الافضل انك تمشي ودير التصويره اللي هي جديده. من بعد كيسولوك على لادريس ديال الدار، على البلاد اللي انت عايش فيها حاليا، وعلى النمره ديال التليفون، وعلى لادريس ميل، وهادو مهمين نمره التليفون و لادريس ميل، حيتاش هو فين غادي يجيك، هو النهار زعما غادي تافيشاو لي ريزلطا النتائج وغتبغي تشوف غتشوف بلادريس ميل، يعني حاول انك تحافظ عليها ماشي كل مره دير ادريس اللي هي جديده، نفس لادريس اللي دفعتي بها هي اللي تحافظ عليها باش ملي يتعلقوا النتائج ان شاء الله تدخل بنفس لادريس. ابري كيسولوك على المستوى الدراسي ديالك، الا كنتي قريتي الابتدائي والكوليج كدير برايمري سكول اونلي، لكن تي قريتي مشيتي مثلا ليسي مي ما خديتيش الباك ديالك كدير هاي سكول نو ديغري،
قريت الليسي ومام طون خديتي الباك ديالك كدير هاي سكول ديجري، لكن انت مثلا درتي التكوين المهني كدير فاكيشنال سكول، لا مشيتي مثلا لافاك ولا قريتي شي عام في اليونيفرسيتي كدير سام يونيفرسيتي كورسز، او ولكن انتي مشيتي اليونيفرسيتي ما كان عندك مثلا جوست ديال هذاك العام انك قريتي شي حاجه ولا دوزون كدير يونيفرسيتي ديغري، لكن عندك ليسونس ولا دو كدير سام غرادويت ليفل كورسز، لا عندك الماستر تدير ماسترز ديغري وانت غادي على حساب نيفو ديتيد ديالك. ابري كيسولوكم على السيتوياسيون ديالكم، واش متزوج عازب مطلق مرتك ولا راجلك ميتين، اترغى على حساب سيتوياسيون كتكوشي. من بعد كيسولوك على شحال ديال الاولاد عندكم، مثلا جوج ثلاثه داكشي اللي عندكم كتحطوا في ديك لاكاز. دونك هادشي كاين بالنسبه لهاد الفيديو، دونك في لانسكريبسيون في ديك الاستماره كيكون اون جينيرال 14 سؤال، و دونك هادشي اللي كاين. جيسبر ان لا فيديو تكون عجباتكم وتكونوا سيرتو انكم تكونوا استفدتوا، ولا عندكم اي سؤال خلوه في لي كومونتير وانا غادي نجاوب على كاع لي كيسيون ديالكم، وغادي نقول لكم دابا سلامه حتى نتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله.